بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في حلقة جديدة من برنامج المعمل لدينا إخوتي أخواتي إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة حالة واحدة فقط الآن مباشرة سنتعرف على صاحب الحالة وعلى المرض الذي يعاني منه وكذلك على ما الذي يحتاجه منا صاحب الحالة الوحيدة هو المريض عبد الرحمن يعاني من اورام سرطانية في البطن ويحتاج الى عملية جراحية لاستئصال هذه الاورام مع جلسات العلاج الكيماوي. طيب اذا حالة واحدة فقط ان شاء الله في حلقة هذا الاسبوع لكن دائما عندما يعني نعلن ان المريض مصاب بمرض السرطان يعني تكون الحالة مختلفة والحلقة مختلفة وكذلك سرعة التجاوب منكم بارك الله فيكم ايضا مختلفة، اذا عبد الرحمن هو صاحب الحالة الوحيدة في هذه الحلقة يشكو من مرض السرطان في البطن ويحتاج عملية جراحية لاستئصال هذا الورم وبعد ذلك يحتاج كذلك جلسات علاج كيماوي هناك تقرير سنتابعه ولكن قبل ذلك اسمحوا لي ان ارحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقه ارحب اولا بفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحمادي الواعظ في الهيئه العامه للشؤون الاسلاميه والاوقاف حياكم الله فضيله الشيخ احمد بارك الله فيكم وكيك. كذلك ارحب ايضا بالدكتور محمود طبال استشاري الجراحه العامه وجراحة الأورام في مستشفى الزهراء بدبي مساء الخير دكتور مساء النور حياكم الله دكتور. فيك. يا مرحبا مباشرة إذا إخوتي أخواتي مشاهدينا ومستمعينا عبر إذاعة الشارقة نتوجه الآن لمتابعة تقرير المريض عبد الرحمن ثم نعود نتحاور مع الضيفين الكريمين ونحاول أيضا أن نجمع منكم إن شاء الله 180 ألف درهم لهذا المريض اختبر الله هذا الرجل في صحته بعد عوده الاورام السرطانيه في بطنه وخضع لعده عمليات سابقه وما زال يصارع وجودها بالصبر وتحمل الالم حتى خارت قواه ولعجزه المادي لم يجد مفرا من ان يناشد اهل الخير النظر الى حاله امام ما يعانيه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أهل الخير أريد مساعدة منكم على وجه الله أنا إنسان مريض جاز لي من سنتين سرطان في المعدة في بطني الحين تقريبا من كم شهر اكتشفت صرت مستشفى قال لي عندك سرطان واستئصال الورم بعد استئصال الورم آه لازم شنو؟ ورب الكيماوي وتكلفة الكيماوي واستئصال الورم آه تقريباً 200 وشي أي مبلغ كبير وما عندي صراحة وكنت أشتغل وحين تقريباً من سنة ونص سوي الاستغناء عن الخدمة ما عندي عمل إن آه شاء الله الحمد لله وولادي يشتغلون والدي يصرف لي يعني البيت والمصاريف والأدوية وأنا حاليا ما أعرف أنام ولا أقدر أكل ولا أقدر أمشي أنام ساعة ساعة ونص لازم أريح عمري أقعد متواصل ما أعرف أنام أكل الشرب ما فيه بس شيء برتقال وماي أشربه أما ضعف ضعف جسمي ما عندي قوة أساس أمشي أساسا أنش قاعد ليل ونهار في السرير أو في الكرسي في ألم شديد ألم في بطني ألم شديد ما مرتاح يعني لازم أستأصل الورم ايوه ضيق التنفس ما ما تنفس مثل طبيعي بصعوبة اتنفس ما طبيعي بس بأسرع وقتها بسوي عملية استئصال الورم جزاكم الله خير بارك الله فيكم يناشد عبد الرحمن قلوبكم الرحيمة مساعدته كونه رب أسرة تعتمد عليه وعجز عن مواصلة العمل نتيجة المرض ويأمل أن تمنحوه الأمل والدعم ليتجاوز محنته نحو ربوع الصحة والعافية ببركة دعائكم وإحسانكم اذا اخوتي اخواتي يعني هذه من الحالات المؤلمه في الحقيقه التي ترد الى برنامج الم أمل والصوره يعني كانت معبره عن حاله هذا المريض نسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان يشافيه ويعافيه ويسخر قلوبكم الرحيمه الطيبه كي تمدوا يد العون والمساعده للمريض عبد الرحمن الذي يحتاج عملية جراحية في البطن، لاحظنا طبعا الانتفاخ الكبير في في البطن بسبب الاورام، وبعد العملية يحتاج أيضا جلسات علاج كيماوي حتى يتم القضاء على الخلايا السرطانية الموجودة. يعني ال 180 ألف درهم ليس بذلك المبلغ الكبير قياسا بالخدمة التي سيقدمها هذا المبلغ لهذا المريض والتخفيف من معاناته، استمعنا منه بأنه لا يستطيع أن ينام سوى ساعة واحدة في اليوم، لا يستطيع أن يقوم من السرير، وإن نزل من السرير يجلس على الكرسي لا يستطيع أن يمشي بسبب هذا المرض. فأعتقد إن شاء الله تعالى بأنكم لن تبخلوا على المريض عبد الرحمن بمد يد العون والمساعده حتى نتمكن من جمع ال 180 الف درهم وبالتالي ان شاء الله تعالى اخضاعه للعمليه الجراحيه لاستئصال هذه الاورام وبعد ذلك بدء جلسات العلاج الكيماوي. من يريد ان يكون سبب ان شاء الله تعالى في تكلفة المبلغ الذي يحتاجه هذا المريض يتصل بنا إخوتي أخواتي مشاهدينا ومستمعينا عبر إذاعة الشارقة على الرقم المباشر 600 55 1600 600 55 1600 بالنسبة لرقم الهاتف المتحرك 050 1637 صفر 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 أيضا بالإمكان التبرع بـ 50 درهم عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة لمشتركي اتصالات فقط على ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة ونبدأ الآن مع ضيفين الكريمين بالحديث عن هذه الحالة دكتور محمود بعد ما اطلعت على تقرير المريض آخر تقرير أحدث تقرير ماذا يقول المريض هذا طبعا زارني في العياده هو تقريبا من فتره بسيطه كان يشكو من الانتفاخ الشديد هذا في البطن بالرجوع للسيره المرضيه وجد أن المريض كان يعاني من الاورام هذه من فتره ليست بالبسيطه ولكن اجريت له عملية عمليات اكثر من عمليه في الحقيقه ولكن وجد أن الاورام هذه كانت حميده لحد ما قبل سنتين اجريت له اخر عمليه وكان ايضا لديه ورم كبير واكتشف انه هذا الورم هو ورم سرطاني وهو من النوع الاورام السرطانيه اللي تسمى لايبوساركوما اللي في منطقه تسمى خارج الصفاق البطن هناك الجهاز الهضمي والاعضاء الخاصه بالجهاز الهضمي وايضا الكثير من الاعضاء الاخرى في البطن وهناك غشاء الغشاء البريتوني او الصفاق هذا داخل الغشاء هذا يوجد الكثير من الأعضاء نعم. بالجسم. الورم موجود في منطقة خارج الصفاق، نعم. وهذه المنطقة فيها أعضاء أخرى مثل الكلى وبعض الأوعية الدموية الرئيسية في الجسم. للأسف وجود هذا الورم في هذه المنطقة بالذات يعني اكتشافه متأخر، لأنه هي عبارة عن منطقة ليست بالصغيرة. هذه الأورام عادة بتكون في الأطراف أو في أماكن أخرى في الجسم، ولكن وجوده في هذه المنطقة تأخذ وقت عبين ما يكبر الورم. ويبان، والان الوضع وصل لمرحلة متقدمة من ناحية حجم الورم وضغطه على الاعضاء الاخرى في الجسم، فالان حاليا الـ باخر صورة اشعة نظرنا اليها الورم حجمه تقريبا 45 سنتي في بطن مريض، يعني تقريبا نتكلم عن مساحة جدا كبيرة آه ضاغط على معظم الـ الـ على المعدة وعلى الأمعاء الدقيقة والغليظة وكذلك وهذه المشكلة الرئيسية كذلك هي ضاغط على الكلى بالذات الكلية اليسرى وكذلك اليمنى آه ومسبب أيضا بعض الضرر للكلى وهذا المريض الآن وصل لمرحلة أنه بدأ في تأخر في وظائف الكلى لا زالت الوظائف معقوله ولكنها بدات في التاخر ففرصته الان هو اجراء العمليه بشكل رئيسي لازاله الورم وحتى لو وصلنا لمرحله انه ازاله معظم الاورام وإتباعها بالعلاج سواء الكيماوي أو إذا احتاج إشعاعي بعد ذلك سيكون هذا هو العلاج الأمثل بإذن الله إذا تعالى إذا نظرنا لنوعية الورم كتحور الورم نتكلم في أحيانا درجات لهذه الأورام فهو من المراحل ليست متقدمة جدا الحمد لله فهذا في أمل بإذن الله أنه ازاله الاورام هذه ممكن تفيده م. لانه احتماليه انتشاره خارج منطقه وجوده قليله جدا الحمد لله ولكن نموه في هذه المنطقه متواصل هذه المشكله هذا خطر كذلك نعم. يعني خطر مبين يعني واضحه الصوره الان الانتفاخ هذا الورم الكبير في البطن يعني مشاهد بالعين المجرده مش بالاشعه يعني هذا دليل ان الحاله متقدمه جدا لذلك يعني من باب الانسانيه ومن خلال برنامج الم وامل اخوتي اخواتي ندعوكم بسرعه التواصل معنا ومد يد العون المساعده لهذا المريض، الان نريد ان نتعرف على المبالغ التي جمعناها الى الان للمريض عبد الرحمن، اولا الرسائل النصيه القصيره اخوي حسام 55 الف درهم من الرسائل النصيه القصيره و15 الف درهم من ميجا مول الشارقة و آلاف درهم من دائرة الأوقاف نعم في المخصص لدفع البلاء نعم هذه كم صارت الآن خمسة وسبعين ألف جميل نعم نعم ألحين في اسم ولا ما في اسم طيب اذا فعلت خير اخوتي اخواتي مشاهده سيده فاضله تكفلت بالمبلغ المتبقي للمريض عبد الرحمن اللي هو 105000 درهم اذا اكتمل المبلغ للمريض عبد الرحمن طبعا كانت واضحه الصوره من البدايه والورم فيعني كنت متوقع في الحقيقه أن يكون التفاعل كذلك المبلغ جميعا سريعا للمريض عبد الرحمن ويعني كلنا في الحقيقه متاثرين من هذه الحاله نسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان يشافي ويعافي المريض عبد الرحمن من هذا المرض وبالنسبه للاخت الفاضله التي تكفلت بالمبلغ المتبقي نسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان يكون ذلك في موازين حسناتكم وحسناتك اختي الكريمه هي في الحقيقه يعني هذه الحلقه بالنسبة لي انا شخصيا حلقة مميزة كنت يعني يعني متردد لدي كلام كنت اقول او لا اقول اقول او لا اقول ولكن يعني مع دخولي بداية الحلقة قلت يعني بيني وبين نفسي لا لازم اقول. بعد ما اكتمل المبلغ وبرنامج انا مؤمل ان شاء الله تعالى مستمر باذن الله تعالى لكن بالنسبة لي انا شخصيا هذه اخر حلقه اقدمها للاسف طبعا هذه سنه الحياه ما في شيء يقف الحياه مستمره وكما يقال يعني ولا استطيع ان اتحدث الحقيقه لان بعد يعني خدمه اكثر من 35 سنه في مجال الاعلام طبعا حان وقت الرحيل وقت الانتقال من حياه العمل والمهنيه الى حياه التقاعد، كان قرار صعب في الحقيقه بالنسبه لي ولكن يعني هذه سنه الحياه كما ذكرنا ودوام الحال من المحال و يعني لن اقول الا شكرا للشارقه، شكرا لسيدي صاحب السمو حاكم الشارقه على ما منحني ومنحني الكثير والكثير في الحقيقة شكرا كذلك لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أم الشارقة شكرا لجميع الزملاء الذين عملت معهم لسنين طوال في هذه المؤسسة الإعلامية النيرة يعني في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأشكر كذلك إن استطعت ونسيت أحد فاعذروني يعني يعني بعد هذه الخدمة الطويلة واللقاء بكم مشاهدينا ومستمعينا يعني ليست بي 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 بالمسألة السهلة ولكن سبحان الله العظيم يعني كما ذكرنا هذه سنة الحياة والدنيا لا تقف مستمرة إن شاء الله تعالى. طيب نعود للآن الدكتور محمود طبال بعد ما اكتمل هذا المبلغ بهذه السرعة دكتور ولله الحمد يعني من الحالات الـ الـ النادرة بسرعة على مدى يمكن 16 سنه ونص الان عمر البرنامج قريب من 17 سنه نجمع المبالغ بسرعه ولكن بهذه السرعه قليل جدا هذا حظ يعني المريض عبد الرحمن موفق باذن الله تعالى ماذا يعني سرعه توفر المبلغ ووجود الان في عهده برنامج الم وامل حتى ان شاء الله تعالى يبدا المريض عبد الرحمن مرحله العلاج في اسرع وقت ممكن طبعا هو في البدايه عندما بدانا الفحوصات ودراسه الحاله للاسف يعني المريض لم يكن لديه اي شيء حتى مجرد حق او او تكلفه الصوره كان صعب عليه وعملنا له الخصم الممكن يعني وتمكنا نعمل له صوره اشعه هذا اكثر شيء، الان طبعا نحتاج ان نكمل ما يحتاجه المريض من فحوصات ونبدا بالعلاج بشكل سريع في الغالب باذن الله ستكون العمليه في اقرب وقت ممكن يعني ان شاء الله فعلا. في البدايه طبعا قبل ان نتوجه للعمليه لازم نتاكد من امكانيه تحمل المريض للعمليه وباذن الله انه بيكون في وضع جيد ان شاء الله, إن شاء الله ومن ثم سيكون العلاج بعد ذلك لل... اذا كان في حاجه للكيماوي او للاشعاعي بعد ذلك لا. فلن نتاخر باذن الله باذن الله, بإذن الله تعالى. إن طيب نحن بنتكلم ان شاء الله خلال قادم الوقت دكتور محمود عن تفاصيل يعني العلاج كامل كخطه علاج كيف ستضع وكيف ستمضي باذن الله تعالى. إن شاء الله. فضيله الشيخ يعني حاله فعلا يعني صعبه حاله يعني ليست انسانيه فقط مرضيه يعني الفقير ممكن انك مثلا يؤجل شوي كذا لكن مريض وشاهدنا يعني ضخامه البطن الورم اللي في في البطن تسابق اهل الخير خصوصا السيده اللي تكفلت بالمبلغ المتبقي هؤلاء من اهل الخير والمعروف ماذا تقول لها او لهم؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ورجال البرنامج كنت ادعو بهذا الدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا فاجعل يا رب حزننا سهلا. آمن. في السيارة لله. وأنا داخل وقبل ما أجلس الحمد لله كان هذا دعائي وحتى بعد استجابة سريعة الحمد لله, لله. وبعد صلاة العشاء وأنا أدعو بهذا الدعاء الحمد لله فالحمد لله اللي سخر القلوب الطيبة في هذه البلد المباركة هو من فضل الله عليه أنه بين إخوانه المسلمين في هذا البلد الطيب الذين يهبون لمساعدته وايضا من فضل الله عليه ايضا ان التلفاز قام بتبني حالته ومن ثم ايضا الشروع في البحث عن المتبرعين فورا وابشر الاخوه ان شاء الله بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فهذا فالحمد لله ان جعل لهذا الاخ المسلم اخوه رحماء يرحمون وسيرحمهم الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وهؤلاء الاخوه الذين يتبرعون هم في الحقيقه يبادرون بجعل وقايه لانفسهم قبل ان يصاب الانسان ببلاء قبل ان يصاب الانسان بوباء قبل ان يعاني الانسان من محنه بل هذه التبرعات هذه الصدقه تبادر بدفع البلاء عن الإنسان هؤلاء الذين تبرعوا فليبشروا بالعوض بالخير لأن هذا هناك ملائكة تدعو لهؤلاء الذين الذي بين فيه الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حالهم في حديث ما من يوم الا ويصبح فيه ملكان يناديان ينادي احدهم اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا فهؤلاء تدعو لهم الملائكه بالعوض تدعو لهم الملائكة بالخير تدعو لهم الملائكة بالرحمة وبأن يعوضهم الله عز وجل هؤلاء في تجارة مع الله لن تبور هم يقرضون الله قرضا حسنا بهذا المال بهذا الصدقة سيجدون يوم أن يحتاجوا إليه يوم أن يشتد الحر يوم أن تكون الصدقة ظل المؤمن يوم لا ظل إلا ظل الله هذه الأخت المباركة التي سارعت بإدخال السرور والفرحة إلى القلوب وإزالة الهم والتعب عن هذا الأخ نسأل الله أن يفرح قلبها ويسعدها ويدفع عنها كل بلاء وكل هم وأن يحقق كل أمنياته وكل من تبرع وساهم في الحقيقة امين لما يجتمع على الإنسان الفقر والمرض يكون هذا شاقاً على النفس وهذا الأخ اجتمع عليه الفقر والداء يعني حتى وظيفته مسكين خسرها ما وجد مالاً للعلاج ولا للأشعة ولا لي شيء يعني مثل ما تفضل الدكتور محمود يدوب عملوا له أشعة هالي يمتلك من م. المال فالآن أن يعني يشتمل عليه الفقر يخسر وظيفته ثم يأتي مثل هذا المرض فيأتي إن شاء الله تأتي رحمة الله عز وجل وتأتي الأيادي البيضاء ويأتي جنود الله الذين لا يعلمهم إلا هو فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويرزقهم خيرا مما أنفقوا آمين اللهم آمين طيب لو تعطينا الصورة بس اخي حسام لو سمحت بنتكلم عن الحال الان لان يعني باب التبرعات خلص اغلق على اعتبار ان المبلغ اكتمل من مجموعه متبرعين 55 ألف من الرسائل نصية القصيرة 15 ألف من موقع مول الشارقة 5000 درهم من الريع المخصص لدفع البلاء من الأوقاف 75 الف والمتبقي 105 الاف درهم تكفلت بهذا المبلغ سيده فاضله جزاها الله خير ان شاء الله واكتمل المبلغ 180 الف هذا هو المريض عبد الرحمن وتابعنا طبعا الورم الكبير في بطن هذا المريض يحتاج عمليه جراحيه لاستئصال كل هذه الاورام في في بطنه وبعد ذلك سيخضع ان شاء الله الى جلسات علاج كيماوي نسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان يشافي هذا المريض يعني فعلا من الحالات النادرة التي وردت إلى برنامج ألم وأمل لكن يعني مثل ما تفضل الشيخ هذا هذه أكثر أكثر صورة واضحة للورم اللي في البطن مثل ما تفضل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحمادي أن يعني حظ هذا المريض بأن عرضت حالته من خلال برنامج ألم وأمل ولذلك لاحظنا يعني سرعة الاستجابة من أهل الخير بشكل عام ومن فاعلة الخير التي تكفلت بالمبلغ المتبقي بشكل خاص طيب الآن بالنسبة للعملية دكتور أنت ذكرت بأن العملية أو الأورام هذه خارج الغشاء البريطاني صحيح آه العملية كيف بتكون يعني هل فتحة في البطن من الجنب أو تحت السرة وكم مدة العملية وهل سيتم استئصال جميع الأورام دفعة واحدة طبعا هو العمليات من هالنوع احنا صعب ان ندخل انه ندخلها من ال من الجنب، الافضل انها ندخل من ال من منتصف البطن. اه الفكره في الموضوع انه في كثير من الاعضاء الموجوده في الجسم يجب ان نتاكد انها سليمه م. ومن ثم نستخرج الورم، الورم هو عباره عن انسجه دهنيه. يعني اذا في بعض الناس بصير عندهم الكتل الدهنيه البسيطه هذه اللي ما فيها اي مخاطر ولا اي شيء. هذا نوع من الاورام اللي نادره الحدوث نادره جدا نعم. اللي تطورت من هذه الانسجه الدهنيه وتحولت الى ورم سرطاني فلذلك ما يتم استئصاله عباره عن انسجه دهنيه تحولت الى سرطانيه نحاول نتجنب اصابه اي عضو من اعضاء البطن واهم شيء طبعا حندخل من خلال البطن اكيد ولكن اهم شيء نتجنب اصابه الكلى والاوعيه الدمويه الرئيسيه إن هو طيب. طيب دكتور اسمح لي الان سنذهب الى فاصل قصير أوكي. ان شاء الله حتى يعني تكون عندنا المساحه بعد ذلك اطول لشرح العمليه كيف ستكون اذا فاصل قصير ونواصل بعده ان شاء الله حياكم الله اذا مشاهدينا ومستمعينا عبر اذاعه الشارقه بعد هذا الفاصل القصير طبعا نتحدث عن حاله واحده فقط في هذه الحلقه المريض عبد الرحمن المصاب باورام سرطانيه في منطقه البطن ويحتاج عمليه جراحيه لاستئصال هذه الاورام وبعد ذلك ستكون هناك جلسات علاج كيماوي ستحدد اكيد يعني في خطه علاج فيما بعد يحتاج 180 الف درهم ولله الحمد مع بدايه الحلقه مباشره جمعنا ال 180 الف درهم بعد التسابق أهل الخير وخصوصا فاعلة الخير السيدة الفاضلة التي تكفلت بالمبلغ المتبقي وقتها كان 105 ألاف درهم لذلك من يريد ان يتبرع، يتصدق، يؤجل حتى حلقه الاسبوع القادم ان شاء الله، يوم الجمعه القادم، على اعتبار برنامج الم وامل مستمر باذن الله تعالى، والحالات ترد الى البرنامج، اليوم اغلقنا باب التبرعات، لكن ان شاء الله تعالى في حلقه الاسبوع القادم بامكانكم التبرع ومد يد العون والمساعده وال التصدق كذلك بأموالكم طيب نعود للدكتور محمود طبال استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام في مستشفى الزهراء في دبي دكتور مدة العملية المتوقعة كم بتكون تقريبا؟ على حجم الورم اللي موجود وخطورة المنطقة يعني لا تقل عن ثمان إلى عشر ساعات عشر ساعات ممكن. طيب الخمسة واربعين سم كبر كرة القدم دكتور تقريبا لا أكبر ولا أصغر يعني تقريبا أنت شفت في الـ هذا يعني نعم. أنت تتكلم عن خمسة واربعين يعني تقريبا أكبر من كرة القدم أكبر من كرة القدم نعم, نعم. هذا عباره عن عده اورام مش ورم واحد هو ورم واحد ولكن موجود بطريقه نسميها لوبيليتد يعني متكتل آه. هذه الطريقه اللي ممكن وصفها آه. فهو ورم واحد ولكن لما نستخرجه طيب يكون قاسي الورم دكتور ولا طري؟ بيكون في اجزاء منه قاسيه وفي اجزاء طريه آه. هو داخله في في فواصل حسب ما شفنا بالصور نعم ففي الغالب معظمه ممكن استئصاله مره واحده ولكن اتوقع انه حيكون في اجزاء منه متفرقه. آه وبعدين احنا مهم جدا احاول اني استاصل كل شيء. يعني هذا اللي حياخذ منا وقت. استئصال الورم كورم اذا كنا في في منطقه امنه وتجنبنا اصابه اي شيء من الاعضاء في الجسم آه ممكن ولكن المهم انه ما قدر الامكان ما نخلي شيء من الورم داخل البطن. نعم لانه هذا الورم بيرجع نعم. اذا ما استئصل بشكل خلايا سرطانيه يعني وهذا اللي حصل خلال السنتين اللي فاتوا نعم. يعني المره الماضيه استأصلوا أتوقع في اخر تقرير كان 22 كيلو اللي اللي شالوهم والان اتوقع انه الـ 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 الوزن اكثر من كي من آه. من ذلك يعني ممكن حوالي 30 كيلو لا اللي لا موجود لا. في بطنه الله نعم. يشفيه الله يشفيه فان شاء يشفي. الله نقدر نستطيع انه نشيل كل اللي موجود او معظمه ويكمل العلاج الكيماوي او الاشعاعي م. ما تبقى من الخلايا باذن الله باذن الله, بإذن الله. تعالى طيب فضيله الشيخ بارك الله فيك ذكر الله سبحانه وتعالى نعيم كثير لاهل الصدقه نذكر شيء منها للساده المشاهدين والمستمعين نعم. نعيم كثير طبعا الحمد لله اهل الصدقه موعودون بخير كثير و يعني وذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم كثير من ذلك كذلك في السنه بشرة لهم من عاجل بشرة المؤمن أن المسلم يهيئ الله نفسه ويسخر قلبه أن يبذل من ذلك مثلا الله عز وجل يذكر عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذه سوره الانسان شفت كيف؟ هؤلاء الله عز وجل اعطاهم لانهم اطعموا لوجه الله هذا ما يحصل الان في هذا البرنامج لا تعرف من المتصل نعم هذا شيء هذا شيء مميز صراحه يعطي لوجه الله نعم الخير ل... ولا يريد اسمه ولا يريد حتى أحد يعرفه فهو يعطي لوجه الله سبحانه وتعالى ليش أننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجازاهم بما صبروا جنة, جنة وحريرة وحريرا شفت كيف يعني هم صبروا صبروا على فعل الطاعة وبذل الخير لأن البذل يحتاج قوة إيمان ليس بالأمر الهين انك تواظب على الطاعات تحتاج صبر، ولا بالامر الهين انك تخرج مالك وتنقص من رصيدك وتبذل، هو ينقص عندك الرصيد بشكل ظاهر، بس عند الله هو يزيد. نعم. لان العوض ياتي والعبره ليس بنقص الرصيد، العبره بما أكثرت من الرصيد ليوم القيامه. نعم. هنا الشيطان طبعا شاطر. اي طبعا. لما يقول يعدكم الفقر. الفقر, الفقر. أي أي نعم. هذا هو، فهنا فهنا هذا الصبر. وجزاهم بما صبروا صبروا على الطاعة صبروا على الصلاة صبروا على الصيام صبروا على الصدقة نعم. أنت تقاوم نفسك بالبذل أتف... هي بذل أدفع ولا ما أدفع النفس تقول لك لا بينقص الرصيد بيقل المال يمكن مي مي البدل الشيطان يبذل نفس يبذل معك هذا الجهد لان طبيعه النفس تحب المال نعم. طبيعه النفس هاي في كل انسان هذا امر عادي يعني. جبلت على, ذلك جبلت على حب المال صحيح. هذا شيء مخلوق في الانسان نعم. لانه ابتلاء ولكن ان الانسان يقاوم هذه النفس ويبذل ويعطي صبر صبر ويبالي قوة إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى أنه سيعطي فصبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على الأقدار هذا معنى الصبر جزاء بما صبروا جنة وحريرة شوف كيف فهذه الجنة أيضا وصفها الله بوصف جميل متكيين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرة لا حر ولا برد جو معتدل شوف الناس ترتاح في الجو المعتدل لا الشمس تحرق ولا البرد القاسي المتعب هذا الجو هذا جو الجنة الله آه. هذا جو الجنة دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا الظلال قريبة من الإنسان نعم. مش مؤذية بعيدة ما تنفع صحيح ونازلة وايد تؤذيك هذا الوسط وذللت قطوفها ثمار الجنة مذللة لك أنت ما تبغى تعب تركب الشجرة هي بنفسها تنزل لك إن كنت واقف أو جالس أو حتى متكئ هي بنفسها تأتيك لا. هؤلاء بس كل اللي عملوه انهم تصدقوا وعملوا وبذلوا تشوف يعني الخير اللي اعطوا اكثر بكثير مما عملوا وهو قريب على فكره يعني دائما الانسان يرى هذا الشيء انه بعيد يوم القيامه أي و... قريب وهو قريب ابشرك يعني هو قريب خاصة الصدقه تجد ثمرها في الدنيا قبل الاخره سبحان الله أي تجد ثمرها في العمر في العوض بالمال بدفع البلاء دفع الامراض حمايه الذريه حمايه المال نفسه حمايه المال نفسه نعم. لا يظن ان الانسان لما يبذل يتصدق ان ماله راح لا اللي الله سيحفظ لك اكثر بكثير مما دفع احسنت بارك أيوه. الله فيك احسنت طيب نعود للدكتور محمود دكتور الان مساله النفس ذكرها نعم. في التقرير المريض عبد الرحمن اني ما اقدر اتنفس ممكن ان تصل الدرجه الى ان تضغط على الرئه مثلا طبعا هي داخل البطن وما بين الرئه والاعضاء اللي في البطن هناك الحجاب الحاجز نعم. ووجود ورم بهالشكل يمنع حركه الحجاب الحاجز اللي هي السبب الرئيسي او المسهل لعمليه انتفاخ الرئه في التنفس نعم. فعندما يكون هناك اي شيء يمنع هذه الحركه للحجاب الحاجز يجعل التنفس صعب عند هم. المريض. هم. فهو هذه من الاشياء اللي طبعا من الاعراض اللي سببها الضغط من الورم على على الحجاب الحاجز. نعم، طيب اسمح لي ايضا دكتور الان يجب ان تكون هناك خطه علاج فريق عمل كامل صحيح. اكيد سيضع خطه قبل بدء العلاج. صحيح مساله العلاج الكيماوي، جرعات العلاج الكيماوي هل هي يعني موجوده الان؟ يس يعني ممكن تعطى وممكن لا تعطى للمريض؟ طبعا هو العلاج الكيماوي حيعتمد على النتيجه النهائيه لل للانسجه نعم بعد الجراحه نعم يعني بالمختبر ينظر الى نوع الورم وطبيعته هناك بعض العوامل او الماركرز بنسميهم هذول ينظر اليهم بالتحديد نعم. ايش اللي موجود او لا لانه في احتمال انه يحتاج كيماوي في احتمال يحتاج علاج نوي. مناعي مم. وهذا التطورات الان اللي صارت اللي هي الحبوب في ممكن تكون بالحبوب حبوب نعم الجديد. وإذا كان في داعي للإشعاع، هذا م. كله ببين معنا بعد ما نستأصل الورم. طيب لا لان لو رجعنا إلى الوراء شوي لما ذكرت متابعتك لتقرير المريض عبد الرحمن، إنه كان في ورم 22 كيلو وتم استئصاله. صحيح. رجع مرة ثانية الورم. نعم. فما في فكرة الآن أن ممكن يعود هذا الورم بعد استئصال الورم اللي موجود حالياً لذلك ستكون هناك جلسات علاج كيماوي ولا يعتمد على ال... هو يعتمد لانه للاسف ال... ال... النتيجه اللي انا موجوده عندي لان انا بتكلم عن سنتين المريض للاسف لم يكن هناك متابعات ما مم. بعرف هو تقصير من المريض او عدم متابعه من الـ لا انت ذكرت في البدايه الضيق ذات اليد يعني ربما ممكن ممكن آيه نعم. ولكن آيه. سنتين ما لم يتابع الورم فهذا خصوصا في وجود عدم يعني التقرير موجود لم نعم. يكن استئصال كامل للورم نعم. فهذا بالتاكيد كان هناك فرصه لرجوع الورم آه. نعم. فالان الهدف انه الاستئصال يكون كامل نعم على التقارير الموجوده في الاول لا لا نستطيع ان نحدد ما هي نوعيه العلاجات الكيماويه او المناعيه الممكن المريض ياخذها. مه. فالان اللي اللي حنعمله حنعمل دراسات خاصه بعد باذن الله ما بنجاح نستاصل الورم ان شاء الله الله ييسرها باذن الله امين امين حنعمل دراسات خاصه لبعض العوامل او الماركرز بنسميها داخل المختبر ونشوف ايش الادويه اللي ممكنها يستفيد منها المريض بعد العملية، فهذا كله بيعتمد على النتيجة بعد الاستئصال. بأذن الله. إن شاء الله. طيب لو تأخرنا قليلاً دكتور في التدخل الجراحي، كان الورم هذا ممكن يكبر أكثر؟ طبعاً هو الورم ما زال مستمر في, مستمر في, في النمو. في النمو. آآ ما في آآ ما في أي شيء يؤكد إنه ما حينتشر م. ولكن زي ما حكيت لك أو زي ما ذكرت في البداية إنه النتيجة الأولية اللي كانت قبل سنتين. كانت مطمئنة نوعا ما من ناحية الانتشار إنه احتمالية الانتشار ضعيفة جدا مم. ولكن إذا استمر في النمو والمريض الآن واحد من الأسباب اللي هو لا يستطيع التحرك وطبعا وزن الورم مم. ولكن وصل لمرحلة إن الورم كمان قاعد يتغذى بجسم المريض ففقد جزء كبير من الكتلة العضلية من المريض ذلك لا يستطيع الحركة صار عنده هزال شديد لا يستطيع الأكل هذه كلها من المشاكل اللي نمو الورم بيزيدها وممكن يستمر النمو هو هو يعني كيف كان شاد البطن دكتور في اخر يعني عندما ذهبنا بكاميرا الم وامل نصور المريض كشفنا عن البطن لكن ما صورنا لكن راينا الشرايين كانت واضحه واضحه صحيح يعني من شده يعني ما اخذ الانتفاخ اقصاه فكانت واضحه الشرايين يعني اشد يعني اكثر من من حمل المراه صحيح يعني بهالطريقه كان فشي يعني يعني كان الله في عون هذا المريض كان الله في يعني. عونه هو كمان من الاشياء اللي هذا الورم لا يسبب الم الى ان يصل الى مرحله انه زي ما حكينا يعمل آه شد للبطن نعم. او آه يعمل ضغط على الاعصاب أيوة. وهذا اللي حاصل الان مم. هو في ضغط على الاعصاب حتى الأعصار. يقول ما اقدر انام الا ساعه في اليوم مم. تقريبا الله يعيني. شوف الارهاق كيف <applause> نعم. سبحان صحيح. الله صحيح طيب انتقل بسؤالي الى فضيله الشيخ عبد الله آه دكتور يعني بما ان للصدقات اثار طيبه آه اعتقد بان منع الصدقه منع البذل يمكن في اثار كذلك يعني غير حميد الانسان او طيبه طبعا ما في شك في اذا كان قادر يعني طبعا نتكلم عن القادر نعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره صحيح حتى ما قال تمره بشق تمره نص ما في يعني عذر ما في عذر لو درهم لو درهم لو شق تمره اتقوا النار ولو بشق تمره حتى في يوم العيد تخيل يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب يوجه الخطاب للنساء ويأمرهن بالصدقه حتى يتقين النار وهذا هو في يوم العيد يوم فرح هذا للدلاله على اهميه الموضوع فالآثار سواء كان في الدنيا او في الاخره في الدنيا ان المال يصبح وبالا على الانسان مم. ويصبح يوم القيامه حساب عسير على الانسان انه ما اعطاه حق المال لأن الإنسان يولد لا يملك شيئا صحيح. لا يملك مالا الله عز وجل يهيئ له ويعينه فيصبح غنيا يملك المال فهذه حقوق لم تعطى يصبح وبال على الإنسان من حيث أنه ممكن يأتي بلاء يجتاح ماله نصاب يأخذ المال خسارة في التجارة مرض يضطر يصرف ما يملك كلها ثم بعد ذلك يبحث وين تصدق الآن بعد ما ابتلي أو لا قدر الله في الذرية تأتي مصيبة نتيجة أن ما أعطى المال حقه أما يوم القيامة فسيجد أن أهل أهل المال أهل الصدقة في ظل صدقتهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من ذلك ورجل تصدق بيمينه ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه فتخيل أن يأتي الإنسان ويجد أصحاب الأموال الخيرين تحت ظل والشمس قد اقتربت ومن الناس من يغرق في عرقة ومن الحر وهذا مرتاح تحت الظل هذا من ظل صدقته الله جعل له ظل أكرمها هذا يخسر هذا أثار سلبية كذلك الصدقة كما جاء في الحديث تبرد حر القبور على أصحابها فلما ينزل الإنسان في ذاك المكان يترك كل الأهل والأصدقاء والأصحاب حتى ماله يبقى في البنك مجرد رصيد لا يملك شيء لا يستطيع أن يعني يوصي حتى بشيء فيجد صدقته أبردت عليه حر القبر فهذا أثر إذا ترك لا يجد هذا الشيء كذلك مما ذكر الله في القرآن الكريم قالوا لم نكن من المصلين لما ذكر أصحاب النار ما سلككم في سقر أي نعم. نعم أهل الجنة يتساءلون نعم. عن أهل النار ما نعم. سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضي وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين تخيل بعد الصلاة ذكر الصدقة نعم إحنا مكانتها تركوها يأتيهم المحتاج الفقير في حال الضيق في حال الضرورة في حال وعندك ما يعطي يبخل بالمال فكانت حالة يوم القيامة أن جعله الله في ضيق لأنه نعم. لم يوسع لم يوسع فجعله في الدنيا فجعل الله في ضيقنا نعم. سبحان الله العظيم طيب نذكر اخوتي اخواتي الوقت المتبقي كم تقريبا اخي حسام سبع دقائق طيب نذكر السادة المشاهدين والمستمعين عبر إذاعة الشارقة يعني هذه الحلقة مختلفة عن الحلقات السابقة لربما يعني سرعة جمع المبلغ المطلوب اللي هو 180 ألف درهم للمريض عبد الرحمن جعل الحوار مع الضيوف أكثر من العودة إلى المشاهدين والمستمعين الحمد لله رب العالمين يعني أهم شيء أن المبلغ أصبح الآن في عهدة برنامج ألم وأمل يعني يستاهل في الحقيقة يستاهل أخونا عبد الرحمن يعاني من أورام سرطانية في البطن الصورة كانت واضحة انتفاخ كبير في في البطن وكلما تأخر في تلقي العلاج شوفوا كيف سبحان الله شوف الورم كيف في البطن يعني يعني اكثر من من حتى يعني حمل المراه نسأل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله له العفو والعافيه لذلك الان يعني قريبا باذن الله تعالى ان شاء الله سيتم استئصال هذه الاورام اللي في البطن ومثل ما تفضل دكتور محمود بعد ذلك سيرون هل هو بحاجه الى علاج كيماوي جلسات علاج كيماوي او جلسات علاج نووي أو حبوب من النوع الجديد سيرون، لكن يعني الحمد لله أن الآن توفر المبلغ سيستطيع المريض عبد الرحمن بدء رحلة العلاج قريباً إن شاء الله، لأنه ما كان يملك حتى يعني قيمة الأشعة العادية، السونار العادي أو الأشعة العادية. فالحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ان يكون ما قدمتم في موازين حسناتكم باذن الله تعالى. طيب مده العمليه ذكرتها بين الثمان والعشر ساعات دكتور عندما نسمع عمليه جراحيه مدتها عشر ساعات معناها هذه عمليه كبيره ومعقده لكن سيكون جانب منها معقد ليست العمليه كلها معقده من الناحيه الطبيه. ايش الجانب اللي فعلا يعني يحتاج الطبيب الجراح ان يكون حذر في التعامل مع هذه المنطقه اللي بتكون فيها خطوره طبعا الورم هذا موجود حول الحالب والكليه اليسرى وكذلك اليمنى نعم. بشكل كامل نعم. فهذا يجب ان نحافظ عليها قدر الامكان عشان ما يدخل المريض في فشل كلوي نعم. او في قصور كلوي صحيح النقطه الثانيه وهي المهمه بعض الاوعيه الدمويه الرئيسيه سواء من الشريان الاورطي او الشريان الاجوف السفلي وهذول عفوا الوريد الاجوف السفلي هذول اهم وعائين دمويين في الجسم كلهم مباشره نعم الى القلب ومن القلب نعم الورم كذلك ماسك فيهم فلذلك استئصال الورم من هذه المناطق جدا مهم محتاج دقه يعني بالضبط حتى لا يصاب المريض بنزيف لا سمح الله او زي ما ذكرت إصابة بس الكلام. عادة في مثل هالنوع من العمليات دكتور ما يعني في البدايه يمكن ما سمعتك لما قلت لي، يفتح البطن من الوسط ولا من الجنب؟ لا الـ الـ الافضل انه يفتح من الوسط عشان الاستكشاف يكون اوضح ايوه نعم نعم في زل... اجهزه مكبره تستعمل في مثل هذه الحالات ولا؟ الجراح يستعملها يعني نستعمل ايه. شيء مكبر زي النظارات نعم. ولكنها تكون تقريبا ثلاث اضعاف ونص ونصف التكبير النظر العادي آه. نعم م. فبتبين تفاصيل التفاصيل م. آه. طيب ايش الخطور اللي ممكن تحصل دكتور ممكن مثلا يحصل نزيف لا قدر الله هي اكثر شيء النزيف لا سمح الله اصابه اي جزء من الاعضاء اللي داخل البطن بالمشرط يعني آه. بالمشرط او من خلال الاستئصال طبعا آه. آه. وكذلك الكلى الكلى عليها خطر رئيسي يعني نعم آه وفي شيء احنا من جزء جزء من التحضير للعمليه نعم. راح يكون مع آه بعد استشاره اطباء الكلى واطباء المسالك البوليه ممكن نحط ايضا انبوب او ما, ما يسمى بال ستنت اللي هي دعامه يعني مم. داخل الحالب لحمايتها مم. وعشان لتحسين الانتفاخ اللي موجود حاليا لانه مغلقه تقريبا الكليه والحالب مغلق من, من الضغط على عليها يعني من الورم نعم أيوة. فهذه من الاشياء المهمه وكذلك في شيء ضروري جدا للمريض هذا اللي هو احتمال نعمله قبل العمليه باسبوع نعطيه تغذية كافية لان الان تغذيته سيئة نعم. عملية كبيرة من هالنوع ما حيتشافى من هالمريض ذكرت في بداية الحلقة كذلك ان لازم نتابع صحة المريض او حالة المريض اذا كان يستطيع او لا يستطيع بالضبط بالضبط قصدكم من الناحية من هذه من هالناحية نعم آه. وباستشارة طبعا اطباء العناية المركزة ما قبل العملية واطباء التخدير ولكن هذه الامور بنسميها هي لتجهيز العمليه طيب يعني مع مرور هذه السنوات في 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 الجراحه دكتور ما اصبحت العمليات يعني هالنوع من العمليات ما اصبحت يعني سهله لا هي بالطبع هي من العمليات اللي تعود عليها آه الجراح الجراح اذا عنده خبره في هال نعم في هالمجال يعني هي من العمليات اللي لا اقول لك انها سهله ولكن مع الخبره هذه الامور تصبح اسهل ولكن ليست سهله نعم. صعب أن نقول عمليه من هالنوع هي سهله نعم. لانه فيها خطوره لازم نعم. نذكر الكلام ولكنها اسهل عند عند الجراح اللي عنده خبره جميل نعم طيب اعود لك فضيله الشيخ ايضا من الاحكام الجميله للصدقه انها يعني لا تقف عند حد معين في النمو تنمو وتنمو وتنمو نعم. هذا من فضل الله نعم. هذا من فضل يعني الله يعني انت تعطي 10 دراهم وتقث لكن فضلها ونموها هذا هو مستمر وتنساها 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 لكن الله عز وجل لا ينسى في دليل حتى. على الكلام هذا؟ طبعا هذا اول شيء في دليل سواء كان في القران او في في السنه مثل الذين ينفقون اموالا في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء شفت كيف نعم. تخيل يضاعف هاي من الله ليست سهله وايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لما صحيح. يتصدق الرجل بالدرهم فيقع في يد الله عز وجل ويربيه كما يربي احدكم فلوه او نعم. فصيله اي الخيل الصغير مثل ما تربي فهذا الدرهم ينمو عند الله ينبو. والله عز وجل يضاعفه حتى يكون كالجبل نعم. طيب وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج وأمل بعد سابقة الخير وخصوصا فعالة الخير إذا الله خير اللي تكفلت بالمبلغ المتبقي اللي كان 105 آلاف اكتمل آه المبلغ اللي هو 180 ألف درهم المريض عبد الرحمن شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة والشكر كذلك لدكتور محمود طبال استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام في مستشفى الزهراء بدبي شكرا لكم بارك الله جزاكم الله شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام يوم الجمعة القادم إن شاء الله يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامج ألم وأمل لن أقول لكم وداعا يعني ممكن أن أقول إلى اللقاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله في أمان